وفيها قمة رباعية تضم زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا مطلع الشهر المقبل لمناقشة الوضع في إدلب. الرئيس التركي يعلن للمرة الأولى عن مقتل جنود أتراك في ليبيا، وحكومة الوفاق تسعى لإنشاء قاعدة أمريكية لمواجهة النفوذ الروسي. وفي موضوعنا المغاربي، مظاهرة حاشدة في الذكرى الأولى للحراك في الجزائر. وفي فقرة وسائل التواصل، كيف تفاعل اللبنانيون مع الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا؟ أهلا بكم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قمة رباعية تضمه وزعماء روسيا وألمانيا وفرنسا ستعقد في 5 مارس/آذار المقبل لمناقشة الوضع في إدلب. وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها خلال فعالية بازمير غربي تركيا إن أنقرة عازمة على أن تنعم إدلب بالسلام كما جلبت السلام والاستقرار إلى المناطق التي كان يصرح فيها من أسماهم إرهابي منظمة البيكاكي. ميدانيا، قتل جندي تركي بقصف نفذته قوات النظام السوري في محيط مدينة إدلب شمال غرب سوريا، وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ردت على ذلك باستهداف 21 موقعا لقوات النظام. كما بحث وزير الدفاع سيرجاي شويغو وزير الدفاع الروسي الوضع في إدلب مع نظيره التركي خالوس أكار. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الدفاع قولها في بيان أن أكار وشويجو بحثا خلال المحادثة الهاتفية بينهما سبل استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب. في هذه الأثناء، كشفت صحيفة التليغراف عن تسجيلات صوتية لجنود النظام السوري أثناء تلقيهم أوامر بإطلاق النار على مدنيين نازحين في مناطق تسيطر عليها قوات النظام. التسريب يأتي بعد دعوة وزارة الدفاع الروسية السوريين إلى التوجه إلى مناطق سيطرة النظام السوري. لا نازحين ولا أسباب موجبة للنزوح، وإن وجدوا فعلى تركيا أن تشجعهم على العودة إلى بيوتهم، إذ لا خطر عليهم حتى بعد سيطرة جيش النظام السوري على مدنهم وقراهم، تقول روسيا على لسان وزارة دفاعها. إلا أن تسريبات مصورة نشرها عناصر من جيش النظام السوري تثبت تعذيب وتعنيف مدنيين سوريين مما اختاروا البقاء طوعا في مدنهم التي وقعت مؤخرا تحت سيطرة جيش النظام. تسريب صوتي نشرته صحيفة التليغراف يبين أن المدنيين ليسوا عرضة للتعنيف فقط، بل حتى للقتل وبأوامر واضحة، ورغم أنهم يعلمون أن من يستهدفونهم مدنيون. نقاش بين العنصر وقائده حول أن الهدف المتحرك هم نساء. صحيح صحيح مزبوط، بس في محل نسوان. نهاية النقاش وامتثال للأوامر ثم إطلاق للنار. آلاف الصور على شبكة الإنترنت والتقارير الأممية لا تبدو كافية لإثبات النزوح بالنسبة لروسيا حليفة النظام السوري. الثابت الوحيد هي أصوات المدفعية التركية التي نسمعها من هنا باتجاه الأراضي السورية دعما للمعارضة المسلحة، واستعداد الجيش التركي بعدته وعتاده بانتظار ساعة الصفر. استمرار التعزيزات العسكرية في الدخول إلى سوريا وزيارات لقيادات عسكرية رفيعة في الجيش التركي، آخرها زيارة لوزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد قوات المشاة، بالتزامن مع استمرار مساندة المعارضة السورية مدفعيا وبراجمات الصواريخ، قد تعطي حسب مراقبين رسالة واضحة للنظام السوري وروسيا، إما تفاهم سوتشي أو الحرب حتى تطبيقه. إلى فياسين العربي، الحدود التركية السورية. ومعنا من موسكو إلينا سوبونينا، مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك. السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان في مثل هذه الظروف، ما الذي يبقي على شعرة معاوية بين أنقرة وموسكو؟ التناقضات الصارخة على الميدان العسكري، هناك اشتباكات، هناك قصف روسي مستمر ودعم للنظام السوري.
أود أن أعرف معك الاستراتيجية التي تتوفر عليها روسيا، وعلى الأقل الحجج المضادة التي تذكرها لشريكها التركي كلما حان وقت الاتصال بين الجانبين. مساء الخير. شعرة معاوية ما زالت قائمة ما بين الطرفين، لأنه المصالح المتعددة هي تربط ما بين تركيا وروسيا. من المفارقة أن التعاون الثنائي ما بين البلدين لم يتأثر بعد رغم كل هذا التصعيد. فالتعاون في مجال الطاقة، في مجال التسليح، في مجال الغاز، هذا التعاون مستمر. فأنا برأيي لابد من التوصل للتفاهمات جديدة حول محافظة إدلب، لأنه لا أحد يرغب في مزيد من التصعيد. نعم هو مستمر، لأنه لو ضاع على الميدان تتطور في كثير من الأحوال بدون إرادات سياسية، ولكن الرغبة شديدة موجودة في موسكو على أقل، أظن في أنقرة أيضا، لكي نتجنب الصدمات ولكي نتوصل لتخفيف التوتر. ولكن هذا يمكن أن نظل نرتبه ضمن ما يمكن أن نسميه المجاملات الدبلوماسية. الوقت لم يعد لهذه المجاملات. التناقض صارخ بين الطرفين. تركيا مصرة على البقاء في إدلب، على حماية إدلب. روسيا حجتها التي تقدمها لحد الآن هي أن ما يحدث على الميدان هو مهاجمة لما تسميه منظمات إرهابية، وأن تركيا ترعى هذه المنظمات. إذن لست أدري ما هي الحجج الجديدة التي لدى موسكو هذا المساء لكي يقتنع الطرف التركي بإبقاء هذه الشعرة، شعرة معاوية. لنحلل ما هي مصلحة تركيا بمحافظة إدلب. فبصراحة لا توجد مصلحة كبيرة لدى أتراك للبقاء هناك. فالأتراك معنيين في بقاء في شرق شمال سوريا، عندهم هاجس تجاه أكراد سوريا، وعندهم ضرورة في تأمين حدودهم الجنوبية. ولكن بالنسبة لمحافظة إدلب فالوضع هناك ليس لديه هم كبير، أو ليست لديه أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا. أنا بعتقد أنه لأردوغان هي ورقة رابحة لمساومات فيما بعد. طيب وليس أكثر ذلك. لنتحدث عن وعود معينة. المساومات. نتحدث عن منطق المساومات. بدأ يظهر وأن هناك إمكانية لمساومة جديدة بين تركيا وروسيا حول التواجد التركي في الملف الليبي. بالنسبة للمساومات ما بين سوريا وليبيا ما بعتقد أنها ممكنة، ولكن هناك مساومات ممكن أن تكون ما بين تقدم الجيش السوري اللاحق في محافظة إدلب. يبدو أن أردوغان الآن رسم خطوط حمراء، فيمكن نحن أو على أقل حكومة سوريا ممكن أن تأخذ هذه الخطوط بعين الاعتبار تجنبا مزيد من التصعيد. فهذا يعني أنه ممكن يكون فاصل، ممكن أن يتوقف الجيش السوري فيما بعد، ولكنه لن يتنازل في هذه النقطة. أنا متأكد لن يتنازل عن مناطق تم أخذها في الأسابيع الأخيرة. فأيضا علينا ألا ننسى أن تركيا راغبة في بقاء في شمال شرق سوريا، وعلى فكرة الوجود التركي في سوريا غير شرعي، غير قانوني، بدون قرارات مجلس الأمن وبدون تنسيق مع حكومة سوريا. روسيا تستطيع أن تتوسط ما بين أنقرة ودمشق عشان يكون هناك إطار قانوني للوجود التركي في سوريا فيما بعد. إلينا سوبونينا، مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى فقرة التواصل الاجتماعي بشأن سوريا مع زميلة مايا. شكرا كمال.
أهلا بكم. الوضع في شمال سوريا يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، والتخوف من حدوث مواجهة عسكرية روسية تركية طغى على ردود الفعل على وسائل التواصل. ومن التغريدات عن هذا الموضوع تقول هذه التغريدة: المواجهة في سوريا حتمية، فسوريا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية، ولكن المواجهة النهائية ستكون حادة لدرجة سقوط قوى كبرى أو إنهاكها لصالح قوى صاعدة. أما عن أوضاع المدنيين فالكارثة الإنسانية تفوق الوصف. درجات الحرارة المنخفضة زادت على النازحين هماً فوق همومهم. الدفاع المدني السوري العامل في مناطق المعارضة غرد على تويتر عن موجات نزوح ضخمة أدت إلى حوادث مرورية بالإضافة إلى انزلاق السيارات عن الطرقات نتيجة العوامل الجوية. وعن أوضاع النازحين كتب باسم: الصغار يموتون بسبب البرد، وقد امتدت المعارك الآن إلى المناطق المكتظة بالسكان، ولا يزال الناس يتنقلون في درجات الحرارة المتجمدة بحثا عن الأمان، والذي أصبح أمرا صعبا. أما هذه التغريدة فتقول: السرير المريح والغطاء الدافئ والجوارب الصوفية التي تلبسها هو حلم ذلك الرضيع في مخيمات البرد. بهذه التغريدة نأتي إلى ختام الفقرة. عودة إليك كمال. شكرا مايا. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مقتل عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، وأكد أردوغان أن القوات التركية قامت بالرد على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأوقعت في صفوفها نحو 100 قتيل وجريح. من جهة أخرى، علق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مشاركته في المسار السياسي لحوار جنيف المزمع إطلاقه في 26 من الشهر الجاري. سياسة أنقرة في ليبيا ليست مغامرة ولا حتى خيارا عبثيا، يقول أردوغان، بل هي تجنيب لتركيا من دفع أثمان باهظة. تداعيات جديدة في المشهد الليبي، وحديث للمرة الأولى عن جنود أتراك قتلوا في اشتباكات مع قوات حفتر. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد قتل نحو 100 عنصر من قوات حفتر ردا على مقتل جنود أتراك في ليبيا. جنودنا الأبطال وعناصر من الجيش الوطني السوري موجودون في ليبيا ضد حفتر غير الشرعي وضد المرتزقة، وهم يواصلون كفاحهم هناك. بالطبع سقط عدد من شهدائنا، لكن مقابل ذلك قتلنا نحو 100 من أولئك المرتزقة. اعتداءات مستمرة لقوات حفتر على العاصمة طرابلس. موانئ مصراتة والسرت أصبحت أهدافاً مشروعة لقوات خليفة حفتر، يقصفها باعتبارها مناطق عسكرية، ثم يتحدث عن شروط أساسية لوقف إطلاق النار. شروط تعجيزية كما يقول المجلس العسكري تقضي بوقف الدعم التركي لحكومة الوفاق. عبثية ومناورات للواء حفتر دفعت بالمشهد السياسي إلى حافة الهاوية، واستدعت انسحاب حكومة الوفاق من جولة المشاورات السياسية في جنيف قبل عودتها. المجلس العسكري الليبي كذلك علق مشاركته في الجولة الثانية مرتقبة الحدوث في جنيف إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري. مطالب المجلس العسكري التي قدمت للأمم المتحدة تنتظر الرد، كما صرح رئيس المجلس العسكري خالد المشري. طلبات تتمثل بمعرفة من سيشارك في جنيف والآليات التي يستند عليها حوار جنيف. أمور جذرية تستوجب تبديد ضبابية المشاركة في مؤتمر جنيف، ولا سيما في ظل دعم إماراتي سخي يقوض أي جهود لحل سلمي. دعا وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا في تصريح لصحيفة فلومبرغ الأمريكية، دعا الولايات المتحدة إلى إقامة قاعدة عسكرية لمواجهة نفوذ روسيا المتزايد في إفريقيا. وأضاف أن حكومته اقترحت استضافة قاعدة عسكرية بعد أن وضع وزير الدفاع مارك إسبير خططا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في إفريقيا. وحذر باشاغا من أن الدعم الروسي ليس من أجل حفتر، بل إن لديهم استراتيجية كبيرة في ليبيا وإفريقيا على حد وصفه.
ومعنا من اسطنبول مهند حافظ أوغلو الباحث السياسي والمتخصص بالشؤون التركية. مرحبا بك. أود أن أتساءل مع المشاهد يعني عن طبيعة الوجود التركي، الوجود العسكري التركي في ليبيا. هؤلاء الجنود الذين كشف الرئيس أردوغان أنهم سقطوا، يبدو أنهم في الصفوف الأولى، كما أنه للمرة الأولى أردوغان يتحدث عن وجود عسكري رسمي تركي، وأيضا عن وجود عناصر من الجيش السوري الوطني. أسعدتم مساء. يعني وجود التركي في ليبيا سواء بشقيه السياسي أو العسكري ما هو إلا نتيجة تفاهمات مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، لذلك قانونيا تركيا لها الحق في أن تكون على الأراضي الليبية بطلب من الحكومة الممثلة شرعيا لها. طيب يعني تقصد أن الحضور العسكري التركي هو لمهمة ردعية فحسب، أم أنه في الصفوف الأولى في مواجهة حفتر؟ يعني لحد الآن الحكومة التركية لم تصرح هل كان في الصفوف الأولى، هل كان دفاعيا، ولكن يغلب على ظني أنها في قوات الدفاع بالإضافة إلى قوات تدريبية وتقديم الاستشارات العسكرية للجيش الليبي. لا نخفى على أحد ارتباط الملفين فيما بينهما سواء الملف الليبي والملف السوري، سيما في إدلب. يعني تصريح الرئيس أردوغان اليوم وإعلانه عن وجوده وقواته وقوات سورية أيضا في إدلب قبيل إعلانه عن وجود قمة رباعية تجمعه مع كبار قادة العالم في اسطنبول في الخامس من الشهر القادم، ما هو إلا دليل على ارتباط الملفين. يعني تركيا تريد أن يكون لها أوراق ضغط قوية قبل أن يكون الاجتماع حاصل في اسطنبول، لكي تحسب موسكو حسابات خاصة بها وتعرف أن أنقرة سوف تمضي قدما سواء في ملف إدلب أو في ملف ليبيا. لن تتراجع تركيا عما وصفته بأنها ليست عبثية. نعم وجود تركيا في ليبيا مهم جدا. أنا أرى إن لم تكن ليبيا تركيا عفوا في اتفاق مع ليبيا سوف يكون هناك اقتصاد انقلاب اقتصادي ناعم ضد تركيا. رأينا أن دول إقليمية وقبرص واليونان بدعم روسي وأمريكي حتى يضغطون على تركيا، يريدون أن يعزلونها من خيرات المتوسط، وهذا لا تقبله أود أن أعرف كيف تقدم تركيا الملف السوري إدلب والملف الليبي، هل هما ملف واحد على طاولة هذه القمة الرباعية التي يبدو أن موسكو قد وافقت على حضورها؟ بمعنى هل تركيا تجمع بين الملفين بمنطق المساومة؟ ليس بمنطق المساومة، ولكن الملفين مرتبطين ببعضهما البعض شدادة الارتباط. يعني من يكسب الملف في إدلب أو في سوريا سوف تكون له الأولوية والقوة في ليبيا، والعكس صحيح. هناك تضابط وتداخل فيما بين الملفين بشكل كبير، وهذا تعرفه موسكو تماما. لذلك هي دعمت حكومة النظام في دمشق وساندته جويا وجعلته يقضم الأراضي قضما كي تكون لها اليد الأعلى في المفاوضات السياسية. ولكن تركيا أيضا قد جهزت كل الحسابات والقوات الميدانية والحشود القوية على الحدود السورية تبلغنا أو تؤشر على أن العملية العسكرية سوف تحصل، لا ريب في ذلك. ولكن مسألة الوقت والدبلوماسية والضغط الأوروبي والدخول ميركل وماكرون على الخط خوفا من موجات نزوح قد تصل لأوروبا هم اللذان دفعا هاتين الدولتين لانعقاد القمة. لكن على ما يبدو من كل هذه التناقضات بين تركيا وروسيا أنهما لم يعودا شريكين، على الأقل هذه ليست ملامح شراكة بقدر ما هي ملامح خصومة وعداوة. صحيح. الفترة الحالية التي تشهدها العلاقات بين الدولتين منخفضة جدا. تركيا على مفرق
طرق، إما أن تقدم وتكمل ما وعدت به من عملية عسكرية في سوريا وأن تستمر في دعمها للسراج في ليبيا، وإما أن تتراجع خطوة إلى الوراء. وهنا الكارثة التي سوف تحصل على تركيا، أولا اقتصاديا، ثم الداخل التركي سوف يغلي على حكومة العدالة والتنمية، وهذا لا ترغبه تركيا. بعد حوالي سنة ونصف من الآن هناك حكومات انتخابات تركية، والأمر معقد جدا، والشعب التركي يغلي بسبب وجود قتلى من الجنود الأتراك في سوريا. لابد من الرئيس أردوغان أن يأخذ موقفا، وأخذه يبدو حازما وصارما في التعامل مع ليبيا. الدبلوماسية سوف تبقى مستمرة ولكن على مستوى منخفض جدا، إلى أن تحصل تركيا على ما تريد سواء في ليبيا أو في إدلب. من إسطنبول حدثنا مهند حافظ أوغلو الباحث السياسي المتخصص بالشؤون التركية، شكرا جزيلا لك. يستمر فرز أصوات المقترعين في انتخابات مجلس الشورى الإيراني، ونقل مراسل التلفزيون العربي في طهران عن مصادر في لجنة الانتخابات المركزية قولها إن نسبة التصويت العامة في البلاد لم تصل إلى 45%، بينما بلغت النسبة في العاصمة طهران 25%، وكانت العملية الانتخابية قد جرت يوم أمس في 55,000 مركز اقتراع ضمن 208 دوائر انتخابية في مختلف أنحاء إيران لاختيار 290 نائبا يشكلون أعضاء البرلمان الإيراني. قالت معصومة ابتكار معاونة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة إن المرأة الإيرانية بات لها دور كبير في الاستحقاقات الانتخابية. وأضافت المسؤولة الإيرانية في حديث خاص للعربي أن مشاركة المرأة في العملية السياسية آخذة في التطور. في الواقع عدد النساء في البرلمان تغير بمرور الوقت، ولكن في بعض الأحيان يفرض المشهد السياسي قضايا تتعلق بالنوع. النقطة المهمة هنا هي مشاركة النساء في مراحل مختلفة من الانتخابات الإيرانية. فمنذ الاستفتاء الذي أجريناه عام 1979 مرورا بمراحل مختلفة، رأينا النساء يطلعن بدور في الانتخابات ويشاركن فيها. أكدت السلطات الإيرانية وفاة 5 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة الإيرانية إنها تشتبه بإصابة ما يقارب 300 شخص آخر بالفيروس. لم تكد البلاد تفرغ من الانتخابات التشريعية حتى انشغل الإيرانيون بفيروس كورونا، عدة حالات وفاة وعشرات الإصابات المؤكدة، إضافة إلى مئات الحالات غير المؤكدة، أعلنت عنها وزارة الصحة الإيرانية. هذا الفيروس أضعف من فيروس السارس الذي انتشر عام 2003 في الصين، ولكن المشكلة في قدرة انتشاره وانتقاله بين الناس. محاولات طمأنة تقوم بها السلطات هنا، إجراءات وقائية تبدأ بنشر فيديوهات تظهر تعقيم وسائل النقل العام وإغلاق عدد من المدارس والجامعات، وتصل إلى إلغاء البصمة لموظفي الحكومة والدعوة لتقليص التجمعات والرحلات، خاصة إلى المدن التي أعلن عن تسجيل حالات فيها، وتخصيص مستشفيات لاستقبال الإصابات، فيما ترتسم ملامح القلق على وجوه المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الكمامات وفقدانها في بعض الأماكن. تمكنت أمس من شراء كمامة ولم أتمكن اليوم. منذ أن سمعنا انتشار الفيروس اشترينا عددا من الكمامات ووضعناها في البيت. أحاول شراء كمامة لأمي ولا أقدر. من بوابة إيران انتقل القلق إلى بعض دول الشرق الأوسط. قلق ازداد بعد إعلان لبنان وبعده الإمارات عن إصابات لدى وافدين من إيران، وترجم بإعلان الكويت والعراق وأفغانستان إيقاف جميع الرحلات الجوية إلى إيران. من مبدأ الحذر واجب غير الإيرانيون بعض عاداتهم واستغنوا عن السلام والتقبيل تجنبا للإصابة المحتملة. شيرين سمارة، العربي، طهران. استشهد فلسطيني برصاص قوة الأمن الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس المحتلة، وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن عناصر الأمن أطلقوا النار على الفلسطيني بعد محاولته طعن عدد منهم قرب باب الأسباط. احتقان وغضب شديدان في الشارع الفلسطيني المقدسي
أعقب استشهاد الشاب إبراهيم زعاترة برصاص الشرطة الإسرائيلية التي زعمت تنفيذه عملية طعن عند باب الأصباط بالبلدة القديمة. هذا هو المكان الذي توجد فيه دوريات شرطة إسرائيلية عادة لتفتيش المصلين الفلسطينيين، وهنا وعلى بعد مسافة كبيرة عنهم تم إطلاق 20 رصاصة مباشرة على الشاب الفلسطيني، ما يوجه الاتهامات نحو الشرطة الإسرائيلية بإعدام الشاب ميدانيا. شرطة الاحتلال منعت وصول أي مساعدة طبية محاولة إنقاذ الشاب، وأغلقت البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى في وجه المصلين، وفرضت طوقا عسكريا في مكان استشهاده. الشرطة أرادت أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. استشهاد زعاترة يأتي بعد يوم واحد من اعتقال شابة من المدينة المحتلة بزعم حيازتها سكينا، لكن شهود عيان يدحضون رواية الاحتلال ويؤكدون أن الشابة لم تكن تحمل سكينا، معطيات تجتمع لتكذب الروايات الإسرائيلية. نحن كمقدسيين لا نثق في هذه المؤسسة ولا نثق في إثباتاتهم. يعني أنت تتحدث عن دولة كاملة بكيان قائم عندهم المبدعين في تزوير الحقائق، نحن لا نثق إطلاقا حتى بتسجيل الفيديو الذي يثبت بالنسبة لهم أنه حاول الاعتداء، لأنه كان في أكثر من حالة هم أثبت ولم يثبت. لم تكتفي إسرائيل بإعدام إبراهيم زعاترة، بل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله واعتقلت والدة وأخوي الشهيد في بلدة جبل المكبر جنوبية القدس الشرقية. فمشتوى العربي، القدس. 30 حركة مسلحة في 20 دولة في العالم محور بحث في مؤتمر ينظمه المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في العاصمة القطرية الدوحة. المؤتمر يبحث في تجارب عدة في العالم تتناول إشكالية التحول من حركة مسلحة إلى نظام حاكم أو العكس، وعلى الهوية وحتى على شرعية الدولة. في منطقة تغص بالصراعات وتحتل فيها الميليشيات أدوارا متصاعدة، تزاحم الجيوش النظامية في احتكار القوة، مخلفة أسئلة كثيرة دون إجابات واضحة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ينظم مؤتمرا عنوانه ميليشيات وجيوش لتسليط الضوء على 30 من الحركات المسلحة في 20 دولة حول العالم. قدمت ورقة تناقش العواقب السلبية التي خلفها نزع سلاحنا في عملية التعبئة بعد نهاية تلك الحروب، والتي حاولت فيها يوغوسلافيا السابقة إصلاح القطاع الأمني الذي بدأ في عام 2000 بعد الثورة الديمقراطية في صربيا. يناقش المؤتمر ديناميكيات التحول من ميليشيا إلى نظام أو العكس، تجارب يعرضها المشاركون على شكل أوراق بحثية. في غالبية النزاعات تصطف الميليشيات المسلحة إلى جانب الجيوش النظامية، وفي أحيان أخرى تقاتل ككيانات منفصلة بمقتضى أهدافها. وعلى الرغم من وجود مئات الميليشيات ضمن مناطق النزاع في المنطقة العربية، إلا أن الأبحاث الدقيقة عن تركيبتها وتأثيراتها ما تزال شحيحة. بحسب العميد إلياس فرحات، فإن حرب الحوثيين في اليمن نموذج سيطرت فيه الميليشيا على مفاصل الدولة. بدأوا قلة قليلة، وبعد الحروب الست استطاعوا أن يحصلوا على مقعد واحد في البرلمان، يعني يدل على أنهم كانوا قليلي العدد، لكن شرذمت القوى الأخرى والتراص الكبير والصلابة بينهم جعلت هذا الفريق الصلب ككرة ثلج تتدحرج وتقوى وتقوى حتى أصبحت أقوى من جميع هذه الفصائل، ثم استفادوا كثيرا من الدعم الإيراني. إضافة بحثية تتطرق إلى نماذج من التاريخ والواقع عن قدرات عسكرية متنامية لتنظيمات ما دون الدولة. سلمان النجار، العربي، الدوحة. في الساعة الأخيرة بعد قليل، مظاهرات حاشدة في الذكرى الأولى للحراك في الجزائر. أهلا بكم من جديد، وهذا تذكير بأبرز العناوين. قمة رباعية تضم زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا مطلع الشهر المقبل لمناقشة الوضع في إدلب.
الرئيس التركي يعلن للمرة الأولى عن مقتل جنود أتراك في ليبيا، وحكومة الوفاق تسعى لإنشاء قاعدة أمريكية لمواجهة النفوذ الروسي. ونصل إلى فقرتنا المغاربية مع الزميلة رويدة. شكرا لك كمال. أهلا بكم. تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، وتأتي الذكرى في وقت ما زال فيه المتظاهرون يخرجون بانتظام للمشاركة في احتجاجات تطالب بمزيد من الإصلاحات السياسية. قرار وصف بالتاريخي في مسار منظومة الحكم الجزائري، خطوة مفاجئة هزت أركان منظومة حكم الرئيس المعزور عبد العزيز بوتفليقة، إذ لم يكن أحد يتوقع القبض على الرجل المتنفذ شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة رفقة كل من المسؤول الأمني لجهاز الاستخبارات الجنرال عثمان طرطاق ومدير الاستخبارات الأسبق اللواء محمد مدين. الخطوة جاءت بعد 4 أشهر من انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، بعد إدانتهم في محاكمات شعبية في عدد من المسيرات المطالبة بالتغيير. خطوة كهذه أعادت إلى الأذهان صراع الأجنحة عام 2004، والذي تم بموجبه إزاحة قيادة الأركان آنذاك بتحالف بين جهاز الاستخبارات بقيادة اللواء توفيق ورئاسة الجمهورية. سيناريو تم نسجه مجددا، ولكن هذه المرة بقيادة الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي فرض منطقه على كل التوازنات الموجودة في غرفة صناعة القرار. توجيه تهم المساس بهيبة الجيش والمؤامرة ضد الدولة انتهت بأحكام وصلت إلى 15 عاما سجنا، والتي عدها مراقبون تطورا نوعيا مهما في محاكمة قيادات نافذة في النظام. إطلاق وصف العصابة من قبل قائد الأركان أحمد قايد صالح في خطاباته على هؤلاء المتنفذين لم يأتي عبثا، بل جاء بعد تغول هذه الشخصيات في الدولة الجزائرية ومحاولتها الاستيلاء على الحكم في ظل مرض الرئيس بوتفليقة الذي أضعف منظومة الحكم الحالية ليعطي الضوء الأخضر لتدخل المؤسسة العسكرية. تعاملت مكونات من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي مع هذه الخطوة بإيجابية، إلا أن تيارا آخر في الحراك رفع سقف مطالب الانتقال الديمقراطي مطالبا بتغييرات جذرية تتجاوز الأشخاص. ومعنا من الجزائر الدكتور توفيق بقاعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر. أهلا وسهلا بك أستاذ بقاعدة. يعني مر عام على الحراك الجزائري، ومن الطبيعي الحديث عن إنجازاته وعن إخفاقاته، ولكن أود أن أسألك عن نقطة بعينها. كيف تقيم الألية التي اعتمدها الحراك حتى الآن لتحقيق مطالبه؟ هل شهد هذا العام ولادة مشروع بديل، برنامج سياسي، أم ظلت المطالب في الشارع دون التحول إلى آلية للضغط على السلطة لتحقيقها؟ نعم، أعتقد بأن الشيء الوحيد الذي نجح فيه الحراك إلى حد الآن هو بقائه وتباته على الموقف واستمرار المظاهرات الدورية كل يوم ثلاثاء وجمعة. هذه الدورية التي أتاحت للجزائريين بإنشاء فضاء عام للمثقفة السياسية، وأصبح الشارع مركزا للتنشئة السياسية بعيدا عن رقابة السلطة. الحراك كذلك استطاع أن يحقق الكثير من المطالب كانت في الزمن القريب شبه مستحيلة، أنها أطاحت برئيس تغول في السلطة لمدة 20 سنة، وأطاح برموزه وأدخلهم السجون والبعض الآخر في المنافي. أكيد أن الحراك كذلك حقق الكثير من المطالب التي لا زال يرافع من أجل تحقيقها، والذي لا زال البعض منها في حالة الانتظار، ومنها تأسيس دولة الحق والقانون. الحراك الآن فشل كذلك في عدم قدرته على بناء مشروع متكامل الذي يكون محل مفاوضة مع السلطة القائمة. لحد الآن الحراك متفق على لماذا برأيك أستاذ بقاعدة؟ على الرفض، لكنهم غير متفقين. لماذا حتى الآن وبعد مرور عام عدم وجود أي بدء؟ تفضل تفضل.
نعم الحراك نعم لم يستطع أن يكون هيكلا تنظيميا ليعبر عنه ويحدد مطالبه ويعبر عن إرادة الجزائريين المنخرطين في هذه الحركة التاريخية. السبب هو ذلك الفروقات الشاسعة الإيديولوجية والسياسية من داخل الحراك، وحتى أن السلطة دائما في تصوري تسعى إلى إبقاء الحراك على حالته هذه دون أن يكون مؤسسة قائمة بذاتها، لأن كل المحاولات التي عمل الحراكيون من أجل التأسيس وتنظيمها آخرها المطلب الذي رفضته السلطة من أجل عقد مؤتمر جامع لكل الفعاليات والنقابات المنخرطة في الحراك ومن أجل تأسيس هيكل يعبر عن الحراك. وبالتالي فهناك قوى ترفض من داخل الحراك الانتظام في شكل تنظيمي أو البحث عن زعامات، كذلك أن هناك قوى من داخل السلطة ترفض أن يتهيكل هذا الحراك في شكل منظم. وبالتالي التقاء إرادة السلطة والحراك بعدم تنظيم الحراك هو الذي يبقي على حالة الرفض دون إبداء بمشروع بديل للسلطة القائمة. طيب، تحدثنا عما فات، الآن في العام الثاني، خصوصا بأننا في مرحلة يتبنى النظام كثير من مطالب الحراك ومن خطابه، وهناك يعني تحديات كبيرة اليوم تزيد على عاتق الحراك الشعبي، ما المطلوب؟ كيف من الممكن أن يغير الحراك من آلياته حتى تحقيق المطالب المرجوة؟ أكيد أن الحراك أهم شيء بالنسبة له في تقديري هو البقاء والاستمرارية في حالة الرفض ومراقبة سلوك السلطة، ودائما تكون هو الكابح لأي جموح خارج المسار الذي يسعى الحراك إلى تحقيقه. غير ذلك يجب كذلك على الحراكيون البدء في التفكير جديا وعدم الإبقاء على حالة السكون التي هو عليها الآن، والمبادرة بتنظيم نفسه في أشكال متعددة سواء في نقابات أو أحزاب سياسية أو تنظيمات موازية للأحزاب السياسية. هناك كثير من الأفكار التي طرحها الحراكيون من أجل الانتظام، لكن لحد الآن لازالت لم تتضح لدى السلطة الرؤية الحقيقية في كيفية التعامل مع مستقبل الحراك. السلطة لازالت ترى في الحراك هو مرحلة يجب الانتهاء منها، وتعمل من خلال الخطاب المزدوج في بين الممارسة والخطاب، فهي توجه خطابا يبارك الحراك ويثني على الجهود، في نفس الوقت تقوم بممارسات عكس تماما ما يكرسه الخطاب من خلال الاستمرار في الاعتقال والتضييق على الحراك وكذلك كبح كل محاولة للتنظيم. بالتالي هنا المعضلة الأساسية التي على الحراكيين فك شفرتها، وهو البدء فعلا في التأطير للمراحل القادمة، وأعتقد بأن الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة سوف تكون محدد أساسي لإبراز أو الانتهاء من معضلة التمثيل. توفيق بقاعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك. إلى تونس، حيث ينتظر أن تمثل الحكومة الجديدة أمام البرلمان الأربعاء المقبل في جلسة اختبار الثقة، ويترقب التونسيون الخطوات الأولى التي ستتخذها حكومة الفخفاخ، خاصة في ملفات تتعلق بحياتهم اليومية. لم يعد الناس هنا يكترثون كثيرا بمن يكون وزيرا، فكل ما يرجونه أن لا تفرغ عقفتهم بما يحتاجونه لإطعام عائلاتهم. ارتفاع الأسعار جعل من اقتناء المستلزمات الأساسية أمرا عسيرا لدى غالبية التونسيين. باش تزيد الضغط، باش يزيد الماء، باش يزيد الضوء، باش تزيد الدنيا الكل، المعيشة غليت، شنو اللي خلاونا؟ شنو اللي خلاونا؟ والله مصباح بدا واحد يخمم، شنو باش يشري، شنو باش يخلي؟ معناها تبدا عنده فلوس في باله باش يعمل هذيك ويشري هذيك، ما يخلطش. دعم قدرة المواطنين الشرائية، قال رئيس الحكومة المكلف بأنه سيكون من أولويات حكومته المقبلة، ولن يكون ذلك الملف الوحيد، فالبلاد بحاجة إلى توفير سيولة عاجلة لتمويل الميزانية والتعامل مع الواقع الأمني الذي يشهد تدهورا كبيرا بسبب ارتفاع الجريمة في المدن الكبرى، له أولوية أيضا. الجهات المهمشة والمفقرة التي تنتظر هذه الحكومة من أجل موجزات جديدة. طبعا الجريمة المنظمة في تونس الآن تتصاعد وتتزايد وتيرتها بشكل كبير،
هنالك جهد كبير لابد من القيام به من أجل الحد من هذه الجريمة. ملفات تتطلب حلا عاجلا يتجاوز التأخير الذي تطلبته المشاورات الطويلة لتشكيل الحكومة، وقد كانت بالإضافة إلى تردي الوضع الإقليمي عامل ضغط باتجاه توافق الأحزاب لدعم حكومة الفخفاخ خلال جلسة منح الثقة. بعد التناقضات التي برزت خلال مفاوضات تشكيل حكومة الفخفاخ انخفضت سقوف التوقعات للوهلة الأولى. في المقابل يرى المتفائلون بأن تمثيل الصف الأول من قادة الأحزاب فيها سيكون حافزا مهما لنجاحها لاحقا. علي القاسمي، العربي، تونس. والآن عودة إلى بقية الأخبار، إليك كمال. شكرا رويد. في لبنان بدأ القضاء العسكري في استدعاء مشاركين في المظاهرات بتهم الاعتداء على القوى الأمنية ومحاولة قتل عسكريين، ويتخوف ناشطون من ملاحقات مستقبلية، يقولون إنها لقطع الطريق أمام أي تحركات مرتقبة ضد السلطة. هدأت حركة المحتجين في ساحة الاعتصام لتنشط حركة استدعاءات السلطة للمتظاهرين من قبل القضاء العسكري، خطوة يعتبرها ناشطون انتقاما من قبل السلطة بهدف ترهيب المعارضين لها. اللي عم يعملوا أعمال بلحظة غضب وعم يستدعوهن، يا بيوقفون يومين ثلاثة أيام، يا أما بيروحوا بيحققوا معهم، ممكن يكون في تهديد في مكان ما، ممكن في كلام مفزع لقالهم أنه إذا بتقوم بخطوة ثالثة نرجع عم نطلبك مرة تانية، في استدعاءات عم تصير. ليلة 17 من أكتوبر التي شهدت أول حالة إطلاق نار من قبل مرافق وزير التربية السابق أكرم شيب بقيت في ذاكرة اللبنانيين، وبقيت معها صورة ملك عليوي التي ركلت المرافق المسلح. تلقت ملك مذكرة جلب من المحكمة العسكرية بعد 4 أشهر بتهمة الاعتداء على عسكري. جوزي كان طالع لايف من تاني ميلي، فبشدني بيقول لي انه عم بيقوصه انه هربي، فانا ما قبلت انه اهرب، انه ليه بدي اهرب، فرجعت انه لعنده وقلت له اذا زلمي قوص هون، انه قوص هون، انه ما تقوص بالهوى، كون زلمي وقوص. الاخطر من الاستدعاءات للتحقيق هو توجيه التهم بمحاولة قتل عسكريين للموقوفين لدى القضاء العسكري، يقول المحامون المدافعون عن المتظاهرين. إعادة النظر بصلاحيات المحكمة العسكرية التي قد توسعت متوسعة ولها صلاحيات واسعة لتشمل المدنيين، وقد يسيئون استخدام هذه الصلاحيات لكي يطالوا أصحاب الرأي، وهنا خطورة المحكمة العسكرية وخطورة الدورة والصلاحيات الممنوحة لها. استخدام السلطة للأجهزة الأمنية والقضائية لم تتراجع وتيرته، يقول مراقبون، رغم وعود الوزراء الجدد بالتحقيق في قضايا حماية المواطنين الذين يخشون من عودة ممارسات الأجهزة الأمنية أثناء وجود الجيش السوري في لبنان قبيل العام 2005. استدعاء القضاء العسكري للمدنيين أعاد طرح إلغاء المحاكم الاستثنائية ومنها المحكمة العسكرية، وهو اقتراح لم يتحقق في السابق بسبب تمسك الأطراف السياسية بها لتحقيق مآرب السلطة، يقول الحقوقيون. حسن خريس، العربي، بيروت. ونعود مجددا إلى فقرة التواصل الاجتماعي مع زميلة ميا. شكرا كمال، أهلا بكم من جديد. بعد أن وصل كورونا إلى لبنان تعاظمت معه المخاوف والتساؤلات عن مدى استعداد البلاد للحد من انتشار الفيروس، فبعد أن أعلن وزير الصحة عن تسجيل أول إصابة لامرأة وصلت إلى لبنان على متن طائرة قادمة من مدينة قم، انهالت التغريدات عن الموضوع. وما إن انتشر خبر كورونا حتى قفزت أسعار الكمامات والمواد المطهرة بشكل كبير، مما أثار غضب اللبنانيين. زينب انتقدت الظاهرة وكتبت: علبة الكمامات صارت ب40,000، كانت ب8,000 ليرة، يعني ما أوسخ من الفساد إلا يلي عم بتجرب حياة الناس.
موقف الحكومة من الموضوع أتى على لسان وزير الاقتصاد راؤول نعمي الذي غرد: تم تصدير 9 محاضر ضبط اليوم بحق صيدليات وشركات لبيع الأدوية الطبية، وذلك لارتكابها مخالفات للنصوص القانونية ومحاولة تحقيق أرباح غير مبررة عبر استغلال تهافت اللبنانيين على شراء كمامات الوجه الطبية. في المقابل، اعتبر بعض اللبنانيين أن موضوع كورونا وسيلة لإلهاء الشعب عن الوضع الاقتصادي والأزمة التي تمر بها البلاد. عبد الحكيم يسأل: هل رح تقدر الكورونا نسينا اللي سرقونا؟ كما انتقد اللبنانيون استهتار الدولة مع التعاطي في التعاطي مع الموضوع، وغرد حسن: تطمينات المسؤولين من خلال المؤتمرات الصحفية المكثفة ما بتفيد، مطلوب إجراءات بالمطار ومراقبة للمسافرين القادمين وتوعية للمواطنين. وطبعا لم تخلو المواقع من التهكم على الموضوع، وكتب صاحب هذا الحساب: مش حرام بعد كل اللي تحملناه نموت بعد سطايشة. وكما تداول المغردون فيديو لنسخة جديدة من أغنية دلعونة الشهيرة، ولكن كلماتها من وحي فيروس كورونا. على دلعونة وعلى دلعونة انصابت عيلتنا فيروس كورونا، يا اسمع لك يا بي ملا خبري، الكورونا وصل على الأشرفية. اسمع لك يا بي ملا خبري، الكورونا وصل على الأشرفية. خايف من بكرة يتعفش فيي، صارت لي فرصة أهرب من هنا. بهذا الفيديو نصل مشاهدينا إلى نهاية فقرتنا، عودة إليك كمال. شكرا مايا. تستمر أزمة ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية في السودان لتشكل عبئا على ميزانية ذوي الدخل المحدود، فبعد قرار الحكومة رفع الدعم جزئيا عن الخبز والوقود، سجلت هاتان السلعتان ارتفاعا حادا في أسعارها. عز الدين عثمان قادته أفكاره إلى ابتكار يخفف من معاناة الناس بسبب شح الخبز في السودان. نحن عايزين بديل للخبز وما عندنا بديل حقيقة أكثر من الكسرة بتاعتنا. صاج العيش هو مكون من صاج خاص اللي هو ده هاي كربونيتد ستيل، معالج حراريا، ومكون من آلية العواسة المثلثة اللي هي نحن بنسميها معمولة من الستينلس ستيل، على أساس أنه ما تصقر وتكون حسب مواصفات صناعة الحاجات اللي بتستعمل في الطعام. الخط المثلث تكب العجين بتلفه عكس عقارب الساعة، ده بالنسبة للكسرة. مجهودات العم عز الدين هي جزء من المجهودات التي يقوم بها المجتمع السوداني لحل أزمة الخبز المستفحلة، جزء منها يقوم به لجان المقاومة. فالأزمة المستمرة التي كانت من أبرز أسباب اندلاع الحراك الذي أطاح بالبشير دفعت لجان المقاومة هي الأخرى إلى ابتكار طرق خاصة للرقابة. دورنا إنه نحصر عدد المخابز، بنحصر عدد الحصة تحت الدقيق المفروض تجي. الكلام ده كله نزلناه في داتا في أبليكيشن. الافتقار إلى أبرز مكون غذائي على مائدة العائلات السودانية يزيد من معاناة الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم. والله الدخل الزول كان ما مرتبه أقل من 30 مليون ما يقدر يعيش في السودان، لأنه أنت بتشتري لك عيش ب 50 جنيه كان أسرة كبيرة ما بيكفيك، لأنه حجم العيش أقل من 20 جرام. يعني الطفل اللي بيقرا في الروضة ده الروضة 3 عيشات. أنا الولد الوحيد، بمشي بيجي من الجامعة بينتظروني عشان أجي أقف في الصف. بقف زي ساعتين وبيجي تعبان ومرهق من الجامعة والمحاضرات وشنو. وبحسب مراقبين، فإن ارتفاع أسعار رغيف الخبز وانعدام التوازن بين العرض والطلب يعود إلى ندرة توفر الدقيق والغاز على حد سواء. المشكلة دقيق ما في، ناس يشوفوا المسألة دي حلوة. يعني ناس يرد يقول لك والله مثلا مشكلة نقل، مشكلة ما بعرف شنو، مشكلة مواد بترولية، أصل المشاكل بقت قدر كده. معاناة ذوي الدخل المحدود تتجاوز صفوف انتظار الخبز إلى قلة وزنه وارتفاع ثمنه. الجميع يبحث عن حلول، وبعضهم يغضب ويتذمر، وكثيرون هنا يخشون تداعيات استمرار هذه الأزمة. ولا زالت الصفوف مستمرة والنقاش محتدم. تيجان خضر، التلفزيون العربي، الخرطوم. وننهي الساعة الأخيرة كالعادة بكاريكاتير اليوم لنتابع.